إلى معاناة المواطنين، وكثير منهم يجد في كرة القدم متنفساً. لكن وزارة الداخلية في الحكومة الحالية كان توجهها مختلفاً نوعاً ما. الداخلية تحدثت عن إصابة 3 مشجعين في حادثة الجمعة التي كانت في إطار مباراة كرة قدم بين ناديي الزوراء والجوية. النشطاء تحدثوا عن وفاة مشجع بسبب القوة المفرطة التي استخدمتها مكافحة الشغب، وانتقد النشطاء أيضاً الاتحاد العراقي الذي باع بطاقات دخول أكثر من القدرة الاستيعابية لملعب الشعب في بغداد. هم فاتر قاسم كسروا الباب يدري وين راح يروحون. هذا كله بلاش حبيبي يا ابو والله العظيم هذا بان تعال اقعد وقع الاكثر تعال صور كسروا الابواب انجح صار